بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو النهاردة زي ما حضراتكم طلبتم جبت لكم فيه كل الكريمات، البلسم، السيرم، الشامبوهات، حاجات كتير قوي النهاردة هنشوفها، كمان تريندي اللي هي كانت عاملة قلبان في السوشيال ميديا كلها على انستجرام وعلى تيك توك، هنشوفها النهاردة حاجات مستوردة بأسعار أقل بكتير من المنشية، كمان هتشوفوا بنفسكم وعلى فكرة بضمان المحل. عايز أقول لكم النهاردة عندنا أسعار بتبدأ من أول 8 جنيه. تعالوا بقى نعرف المكان فين وندخل على الفيديو. احنا طبعا في محافظة اسكندرية، الشارع الجلاء فيكتوريا، هندخل الشارع اللي على الناصية بتاعته عصير ابو الجوس وكوستا، ابو الجوس وكوستا، هندخل يعتبر هو تاني محل اللي هو محل غازي. هندخل بقى ونشوف الجولة. دي بقول عروضنا النهاردة، نقول سلام عليكم. ازاي حضرتك استاذ محي؟ احنا سمعنا ان هنا محل غازي بيبيع بسعر الجملة، وسمعنا كمان ان في عروض مش هنلاقيها في اي مكان برا وارخص من المنشية نفسها. اه طبعا. ايه بقى الدنيا ايه؟ بص احنا عندنا هنا منتجات طبعا دكتور ميركل الامريكي الاصلي. دكتور هيركلز؟ ميركلز. ميركلز تمام. ده الامريكي الاصلي. تمام. ده عندنا هتلاقيه عندنا، في منه الشامبو بتاعه. ايوه. في منه الزيت. تمام. في منه السيرم، دي مجموعة رهيبة جدا للشعر يا جماعة. يعني تعمل انبات للشعر. الشامبو بتاعه شامبو وبلسم، يعني مش بتحتاج تجيبي بلسم، الاثنين مع بعض يعتبر طبي. اه طبعا، هو حاجات طبيعيه اصلا. تمام، الله ينور. الاسعار عندنا سعرها جمله جدا جدا. أيوة. جدا. عندنا المنتجات اللي هي بتاعه دكتور ميركلز دي. ايوه. الشامبو عامل 125 في العرض يا جماعه لمده 3 ايام من نزول الفيديو. من نزول الفيديو. تمام. الشامبو بتاعه عامل 125، والزيت بتاعه عامل 125، والسيرم عامل 125. تمام. طبعا الحاجات دي بتتباع بره يا جماعه ب 175 و200 جنيه القطعه الواحده. طبعا احنا بنعمل لكم العروض دي علشان احنا الحمد لله احنا جمله من اول قطعه. حلو يا فرحتكم يا اهل الرمل بقى. يعني احنا بنعمل كده، احنا من اصلا أول قطعة. في العادي جمله. تمام. يعني احنا في العادي جمله، حتى لو هتاخدي قطعه واحده بس. وعايزه اقول لكم ان المكان كمان جمله يا جماعه، وفي طبعا اسعار ثانيه للناس اللي بتاخد جمله. تمام كده؟ تمام. تمام. عندنا ايه عندنا تاني؟ عندنا طبعا المجاميع بقى بتاع البروتين اللي الزيرو فريز والديفي والجيكي، بس الجيكي ده طبعا مش الاصل يا جماعه. ايوه. عشان برضه يبقى فيه مصداقيه في المكان. اه. الجيكي ده مش الاصلي. حلو. ده زي السيم اوريجينال كده. تمام. ده عامل عندنا يا جماعه 36 جنيه المجموعه، الشامبو والبلسم مع بعض. اللي هو الجيكي. الجيكي شامبو وبلسم مع بعض مجموعه 36 جنيه. تمام، الله ينور. طبعا مش الاوريجينال يا جماعه عشان تبقوا انتوا عارفين. دي مصداقيه في ايه؟ في الكلام. حلوه قوي. عندنا مجاميع طبعا الروسكا. ايوه. تمام، شامبو وبلسم. ده مجاميع دي كلها مجاميع اوكرانيا يا جماعه، الروسكا والاوراي واللوفا دي كلها مجاميع مستورده. حلو. تمام. الروسكا عامل 80 جنيه في العرض، والاوراي عامل 80 جنيه في العرض، واللوفا الشامبو والبلسم عامل 95 جنيه في العرض. طبعا انتوا عارفين اللوفا يا جماعه. ده طبعا تحفه. حاجه تحفه جدا جدا جدا، وحاجه مش بتاثر على الشعر، طبعا ما فيهاش كيماويات خالص ولا صوديوم اي. حلو قوي. وانا لو جيت عندي اي مشكله بقولها لحضرتك، حضرتك انت اللي بتجيب لي الحاجه. طبعا هي تقول لي مشاكل شعرها وانا بجيب لها الحاجه اللي هي تمشي معاها، وحاجه طبعا على ضمان المكان. تمام. اي حاجه يا جماعه بنبيعها بتبقى عن ضمان المكان. أيوة. اي حاجه، اي حاجه في مياه السيرمات بقى بتاع المجاميع، اي سيرم بقى، اي سيرم بتاع الجيكي. الجيكي عندي يا جماعه عامل 41.5 السيرم بتاعه. تمام. 41.5. 41.5. تمام. لوفا. اللوفا عامل 60 جنيه في العرض يا جماعه. 60 جنيه العرض ده لمده 3 ايام يا جماعه بس. القراي عامل 70 جنيه يا جماعه. ايوه. الديبا عامل 60 جنيه في العرض. الله ينور. الروسكا عامل 60 جنيه. 60 جنيه. الانرجي يا جماعه عامل 75 جنيه في العرض. انرجي. اه. الزيرو فريز يا جماعه انا هديكوا عرض مش موجود في اسكندريه. ايه ولا الزيرو فريز بقى؟ الزيرو فريز ده منتج اللي هو بتاع ده الزيرو فريز يا جماعه الامريكي. تمام. ده الامريكي الاصلي، ده السيرم للشعر الكثيف. الاوريجينال. طبعا الاوريجينال ده الامريكي الاصلي، بس ده بيمشي مع الشعر الكثيف اكتر، يعني مش عايز شعر خفيف. تمام، الله ينور. ده طبعا يا جماعه انا هنزله لكم في العرض عامل 115 جنيه يا جماعه، ده بيتباع بره في اي مكان ب 150 جنيه. تمام. ايه العروض الحلوه دي؟ ده الامريكي الاصلي يا جماعه. حلو قوي. طبعا احنا اتكلمنا على الجيكي اللي هو مش الاوريجينال ده، وعندنا برضو احنا عندنا برضو الجيكي اللي هو الاوريجينال. الاوريجينال ده السيرم الاوريجينال. اه. ده يا جماعه عندنا ب 325 جنيه. واسالوا على الحاجه بره. واسالوا على الحاجه بره ب 325 جنيه. تمام. السيرم الجيكي الاصلي. تمام، الله ينور. ضمان المكان يا جماعه. في سيرم تاني عندنا الاوريال. سوري، لوريال. لوريال. ايوه. تمام. وعندنا المدهش اللبناني. أيوة. والكاميلي اللي هو البولندي، وعندنا طبعا اللي احنا اتكلمنا عليه بتاع الدكتور ميركلز. أيوة. اللي هو السيرم بتاعه ده. تمام. وعندنا البايو، وعندنا
عندنا الفاتيكا وعندنا البلوب، دي الحاجات اللي هي الشعبيه شويه. تمام، يعني كله موجود وكل الاسعار. ده ايه بقى؟ عايزين بقى نتكلم بقى على المنتجات الطبيعيه. دكتوره مين؟ دكتوره صفاء غنيمي. تمام تمام. طبعا يا جماعه يعني اللي انا بوريه لكم ده، ده بيسموه وحش الانبات. وحش الانبات ده خدوه عن ضمان المكان يا جماعه. تمام، يعني ده بينبت الشعر كده لو حد ده مثلا ده وحش الانبات، فراغات حاجات اي دي. صلع وراثي، فراغات اي حاجه يا جماعه، ده وحش الانبات يا جماعه، وعندنا بسعر يعني جمله الجمله. ولو ما عملش حاجه يا جماعه مع اي حد يرجعه لي. تمام، ده عن ضمان المكان، ده وحش الانبات. بكام بقى ده؟ عندنا يا جماعه في العرض اللي هو 3 ايام. ايوه، عامل 170 جنيه بس. 170 جنيه بس، ده بيتباع بره يا جماعه ب 260 جنيه. وبنقول اسالوا بره. واسالوا بره براحتكم خالص يا جماعه. يعني كل الحاجات عندنا الاوريجينال موجوده وبضمان المكان. عندنا هنا عندنا السيت بتاع الميجيكال ميكس. تمام، عندنا منه الشامبو والبلسم بتاعه كمان، ده الطبيعي بتاع الدكتوره صفاء. تمام، عندنا ده في العرض يا جماعه عامل 85 جنيه، الشامبو 85، البلسم 85. حلو قوي. تمام، عندنا طبعا يا جماعه ماسك، اللي هو الجرين ماسك ده، طبعا ده الترند بتاع الترند بتاع الوقت ده، يعني الجرين ماسك. ده الترند يا جماعه. ده الايه بقى؟ ده للبشره، المسامات الواسعه. ده رول يا استاذ، يعني عباره عن رول كده. تمام، ده يا جماعه بيتباع بره، مش عايز اقول لكم ب 160 و 150 جنيه. طبعا انا عامله لكم في العرض 85 جنيه بس يا جماعه لمده 3 ايام. 85 جنيه يا جماعه، 85 جنيه. على فكره حتى هم في الايام العاديه من غير الثلاث ايام هم اوريدي اقل من اسعار اي حد تاني. مش هتلاقيه كتير ما بين العرض او القطاعي. العرض يا جماعه الفرق ممكن تلاقيه 5 جنيه 10 جنيه بكتير قوي. تمام، الفرق ما بين ده وده. حلو طبعا. جميع الغسولات، كل الغسول اهو، كلير كلين اند كلير، ايفا، فيس ووش. عندك غارنييه، وعندك هيمالايا، وعندك النيتروجين والنيفيا. طبعا يا جماعه عندنا الغسول بتاع الصوب اند بلوري اصلا. تمام، ده الاصلي يا جماعه، ده الاصلي عن ضمان المكان. حلو قوي. الاصلي يا جماعه وهدوكوا سعر فيه مش هتلاقوه في اسكندريه كلها. ده عامله لكم في العرض يا جماعه ب 275 جنيه. 275 جنيه يلا النهارده. 275 جنيه يا جماعه، ده 275 جنيه. الله ينور. ده الصوب اند بلوري الاصلي، ده الاصلي عن ضمان المكان. تمام تمام. في برده عندنا كريمات بقى. طبعا عندنا عندنا تشكيله كريمات كويسه جدا. عندنا فازلين. طبعا عندنا الحاجات الاماراتي. بصوا يا جماعه، اللي هو بتاع شركه باي بلو ده الاماراتي. وعندنا كريمات الكيرلي. ايوه تمام. عندنا اللي هو البالمرز. تمام، فين الدبسون؟ ده الدبس الامريكي يا جماعه، ده الامريكي الاصلي يا جماعه. ده فازلين ولا كريم؟ لا ده فازلين. ايوه، ده الدبس الامريكي بس هو بيمشي رجالي اكتر. والله بيمشي رجالي اكتر للاستشوار. تمام، حاجات الاستشوار. ده طبعا يا جماعه الشيا دكس الاصلي بتاع برضو منتجات الدكتوره صفاء. حلو قوي. ده الشيا دكس الاصلي بكام بقى ده؟ ده يا جماعه عامله لكم في العرض ب 65 جنيه بس. الله ينور. 65 جنيه بس يا جماعه، ده الشيا دكس الاصلي بتاع منتجات الدكتوره صفاء. ده الاصلي عن ضمان. عندنا كريمات كازانوفا، وعندنا الباي كل الحاجات الترندات عندهم هنا في المحل وارخص من بره. كل حاجه موجوده. أيوة. وعندنا كريم طبعا بتاع الكيرلي. اللي هو طبعا ترند الايام دي للشباب اللي بتعمل عشان كيرلي. عشان الكيرلي البنات. البنات والشباب. عايزه تعملي شعر الكيرلي بقى جبناه لك لغايه عندك اهو. عندي الانبوبه منه. ايوه طبعا يا جماعه، ده انا هحسبه لكم 35 جنيه في العرض بس. بصوا يا جماعه اسالوا برده عليه بره. انا بكرر الكلام ده، 35 جنيه في العرض يا جماعه. الله ينور. عندي منه البرطمان. ايوه، البرطمان يا جماعه عامل 47 جنيه بس يا جماعه. ولو عايزه بقى اللي هو الانبوب ده ب 35؟ 35 جنيه. تمام، عندنا طبعا الحاجات بقى السيرامات البشره الاصلي، ده الاصلي يا جماعه. ده المستورد بتاع الدكتور راشل. تمام، ده حاجات مستورده يا جماعه اصلي. تمام، ده عامله لكم في العرض يا جماعه عامل 90 جنيه. 90 جنيه بس. ده 90 جنيه بس في العرض يا جماعه. بجد احنا النهارده في مكان اكتشاف في الحاجات الاوريجينال وفي السعر كمان. عندي جيل الالوفيرا الاصلي. حلو قوي. ده عامل في العرض 90 جنيه. ايوه، ده جيل الالوفيرا الاصلي يا جماعه. تمام، العرض 90 جنيه. تمام، دي الامبولات دي لايه بقى استاذ محي؟ بتمشي شعر وبشره الاثنين. دي بص يا جماعه، دي تحفه 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 تحفه. الامبول ب 25 جنيه. ده يعني بيعمل ايه في الشعر؟ تساقط. ايوه، الهيشان. تمام تمام، يعني بيرطب جدا جدا جدا. حلو جدا الشعر يا جماعه، وبيرطب البشره جدا. تمام، والامبول ده ب 25 جنيه. الله ينور. ب 25 جنيه. بصوا بقى كل الحاجات اللي طبعا قلنا. عندنا برده يا جماعه منتجات الدكتوره صفاء. كاندي. ده الكاندي. ده بتاع اندر ارم. تمام، ده تبييض لاندر ارم. ده رهيب. تمام، ده يا جماعه الاصلي
ده منتج طبيعي بتاع الدكتورة صفاء، ده تحفة يا جماعة. ده في العرض هعمله لكم 90 جنيه بس يا جماعة. حلو، ده في العرض ب 90 جنيه. حاجات كلها طبيعية زي ما احنا شايفين. طبعا عندنا منتجات ايفا الكولاجين وجارني برضو ستاركي وفي بنانا، وعندنا فاستر. فاستر ده الاصلي يا جماعه، فاستر ده الاصلي، ده السيرم بتاع الشعر. بكام ده؟ ده هعمل لكم في العرض 50 جنيه بس يا جماعه. 50 جنيه يا جماعه. 50 جنيه. فاستر. عندنا الامبولات بتاع الكولاجين بتاع شركه فارمستي. ايوه طبعا ده كوري اصلي. تمام. مختوم، مختوم يا جماعه من ورا، ده الاصلي. ده يا جماعه هعمل لكم في العرض ب 25 جنيه الامبول. حلو قوي. 25 جنيه يا جماعه. طبعا عندنا طبعا الحاجات بتاع مزيل المكياج، كل النيتروجينا كلها بسعر الجمله، وملح الحليب بتاع البوبانا. وعندنا ملح طبعا الحليب ده الترند يا جماعه، الترند ده اللي في السوق دلوقتي. هو ايه الحكايه النهارده في حكايه الترندات يا استاذ محمد؟ ده الملح الحليب الامارات ده ترند من الاخر. ده فظيع ما شاء الله، حاجه كويسه جدا. وانا هعمل لكم في العرض يا جماعه ده 24 جنيه، ده بيتباع ب 35 جنيه بره. طبعا ده لمتابعين القناه، قناتي حبايبي اخواتي. 24 جنيه يا جماعه في العرض. تمام. 24 جنيه. بصوا بقى، تعالوا بقى ندخل الحاجات الثانيه اللي هي السكرابات بقى والكلام ده كله. عندنا طبعا ماسكات زي دي، ماسكات شد بتاع شركه بوبانا. طبعا انتوا عارفين شركه بوبانا، طبعا منتجاتها كويسه جدا. ايوه، في متناول الجميع يعني، اسعارها مش غاليه قوي. مش ده عاملين عرض اثنين مع بعض، اثنين ماسك شد. اثنين ماسك، واحد فحم وواحد ذهب. ايوه ده الاثنين عاملين في العرض 33 جنيه. 33 جنيه. 33 جنيه يا جماعه في العرض، فحم وذهب. 33 جنيه في العرض. عندنا طبعا الشد بتاع روزيلا وبتاع الهيد وي، وعندنا طبعا الحاجات الثانيه، كل الترندات وكل الحاجات موجوده هنا. ده سكرابات عندنا اسعار كويسه جدا فيها يا جماعه. دي عامله 20 جنيه. 20 جنيه في بالخوخ. عندنا ب 20 جنيه. الجميع زي ما انتم شايفين في طمي ماشي، اللي هو الطينه، وفي اللي هو السكرابات بقى اللي هي المشمش والفحم. ده ب 20 جنيه يناسب كل انواع البشره يا استاذ محي؟ طبعا كل بشره بتبقى ليها حاجه معينه. عندنا طبعا السكرابات المستورده كلها. البايو. تمام. بايو. ايوه الحاجات المستورده يا جماعه، وباسعار طبعا عندنا الاسعار جمله. تمام. عندنا حاجات تفتيح بلوك بتاع شركه بلوك. تمام. الحاجات دي يا جماعه اسعارها كويسه جدا، عندنا ب 12 جنيه القطعه. يا جماعه ده ب 12 جنيه. ده ب 12 جنيه يا جماعه. وعندنا حاجات زي كده ب 8 جنيه. 8 جنيه. حلو. ده برده ماسك صنفره. صنفره. عندنا حاجات زي كده ب 7 جنيه. انت هتحتاري اصلا يعني الماسك من اول 7 جنيه؟ طبعا. عندنا حاجات زي كده يا جماعه عامله في العرض 15 جنيه. ستاركي ب 15 جنيه. ده الحجم الكبير 15 جنيه. كمان حلو. تمام. عندنا طبعا جميع مزيلات العرق. مزيلات العرق بقى. عندنا طبعا البيزلاين ده الاصلي يا جماعه. ده المزيل العرق البيزلاين الاصلي. ده اللي هو الاصلي. ده الاصلي طبعا. تمام. بسعر طبعا مش هتلاقوه في اي مكان، عندنا ب 135 جنيه. حلو قوي. ده بيبقى رول ولا سبراي ولا رول. ايه؟ رول. تمام. زيوت يا جماعه. ايوه. ده طبعا عندنا 50 جنيه بس. ده 7 زيوت بحالهم. ده الاصلي. تمام. الاصلي عن ضمان المكان، اي حاجه يا جماعه بتاخدوها من عندنا عن ضمان المكان. حلو قوي. ده الاصلي زيت امام اللي هو 7 زيت الاصلي يا جماعه عامل 50 جنيه. 50 جنيه. عندنا زيت فاتيكا وسانسيل. اللي اتكلمنا عليها طبعا ده الزيت بتاعه، ده بيعمل امبات اصلا يا جماعه، ده بيعمل امبات. ايوه ده زيت دكتور ميركل. ده الامريكي الاصلي يا جماعه. تمام. ده الامريكي الاصلي، ده عاملينه في العرض 125 زي ما احنا قلنا يا جماعه، الزيت 125 جنيه. حلو قوي. بصوا يا جماعه زيت كشكينج الاصلي معاه شامبو، معاه بقى الشامبو ده هديه. تمام. ده عامل 100 جنيه بس يا جماعه. تمام. ده الاصلي يا جماعه برضو. تمام. ايه تاني بقى يا جماعه؟ عندنا النرجيل. بصوا بقى الحاجات الاصلي بقى اللي بتدوروا عليها. النرجيل. ده طبعا الاصلي يا جماعه، النرجيل ده الاصلي. تمام. ده فيتنامي يا جماعه، ماليزي. ماليزي. ده ماليزي ده الاصلي. كام ده؟ السعر عندنا طبعا مش هتلاقوه في الوجود، ده ب 35 جنيه. تمام. الله ينور. ده لسه في حاجات كتيره قوي. طبعا في حاجات كتير. خلي بالكم المحل هنا في جوله للحاجات اللي هي الاجهزه بتاعه الشعر، وفي الميك اب، هنشوف اسعار حلوه جدا. ايه تاني يا استاذ؟ بقى جميع الزيوت، بابل امله، اللي هي الحاجات بتاع الاطفال الكيدز. عندنا الشوب، وعندنا الهيردو،
عندنا طبعا بتاع البايو بلو ده يا جماعه زيت اماراتي. ايوه اصلي الصبار. تمام ده طبعا بسعر مش هتلاقوه بره يا جماعه، ده عامل 40 جنيه عندنا يا جماعه. تمام ده ب 40 جنيه. تمام وعندنا طبعا زيت حرير كازانوفا. كازانوفا ده الاصلي يا جماعه. ايوه كازانوفا الاصلي عامل عندنا 40 جنيه. تمام كازانوفا الاصلي. عندنا طبعا زيت البوران طبعا كله عارفه. تمام اللي بيعملوا عليه اعلانات. ده بيعملوا عليه اعلانات طبعا. بس هنا الاوريجينال. طبعا ده الاصلي. تمام يا جماعه اي حاجه تاخدوها من عندنا عن ضمان المكان ده الاصلي يا جماعه. ده البوران الاصلي. ايوه ده البوران الاصلي يا جماعه عاملينه عندنا في العرض ب 120 جنيه بس. تمام ده ب 120 جنيه يا جماعه بيتباع بره ب 150 جنيه. حلو قوي. تمام ايه تاني عندنا طبعا ده الفيم فريش يا جماعه الاصلي. ايوه ده بتاع الاندر ارم. تمام ده ازاله ولا ايه؟ لا سبراي. سبراي بس. ده تمام. ده الاصلي يا جماعه. فريش. فيم فريش. تمام ده عامل 75 جنيه يا جماعه. الله ينور. شايفين الاسعار الحلوه. عندنا كازانوفا بتاع مزيل ال مزيل الشعر. مزيل الشعر. ده فوم. تمام يعني بيتعمل زي فوم كده. فوم مزيل الشعر يا جماعه. ده كازانوفا الاصلي برده يا جماعه عندنا في العرض ب 40 جنيه. ب 40 جنيه بس كازانوفا الاصلي. حلو. بتستخدمها في حالين بتحب تستخدمها لكولونيا الفاف طبعا عندنا بسعر برضه مش موجود ده عامل 30 جنيه في العرض يعني. 30 جنيه. اسمه بايو هير. بايو هير. تمام ايوه. ده زيرو صوديوم يا جماعه. زيرو صوديوم. حجمه كيلو ونص. تمام زيرو صوديوم كيلو ونص عن ضمان المكان. خديه لو ما عملش نتيجه رجعيه تاني. ده ب 35 جنيه. 35 جنيه البرطمان اللي عامل كبير. اللي عامل بروتين. للي عامل بروتين. زيرو صوديوم. ده زيرو صوديوم. تمام تمام. عندنا ايه تاني؟ حمام كريم ويلي برده معروف. تمام ده عامل 25 جنيه في العرض. ويلي ويلي ده معروف جدا عامل 25 جنيه. 25 جنيه. عليه عرض. عليه عرض. عليه عرض كريم ده في العرض يا جماعه عامل 22 جنيه بالمعادي. معاه علبه كريم. تمام الله ينور. تمام ده في العرض عامل 22 جنيه. تمام عندنا حاجات بقى حمامات كريم عاليه شويه ده بس ده ايطالي اصلي. اسمه ايمو البون. ايمو البون هو يا جماعه. ايمو البون. تمام ده حاجه كويسه جدا يا جماعه برده اللي عامل بروتين ده زيرو صوديوم ده ايطالي اصلي. ايوه ده في العرض عامل 75 جنيه. في العرض. ده حلو ده في العرض عامل 75 جنيه. تمام تمام عندنا طبعا الكريمات بتاع اللوفا اللي احنا اتكلمنا عليها الاول. أيوة. بتاع المجاميع بتاع البروتين عندنا الروسكا عندنا البراي. تمام تمام عندنا طبعا عرض زي ده فاديكا ده يا جماعه عرض لا يقاوم. ده عباره عن حمام كريم مع الكريم ده الكيلو. ايوه كبير ومعاه علبه كريم. تمام ده عندنا في العرض ب 38 جنيه. 38 جنيه بس. انتوا مش عارفين يا جماعه ان اصلا حمام الكريم بيتباع بره لوحده ب 42 جنيه. حلوه والله ينور. ده 38 جنيه. تمام 38 جنيه 25 جنيه في العرض. تمام اللي هي العرض ده حلو قوي. تمام ده عليه عرض يا جماعه شامبو مع علبه كريم. تمام الاثنين دول يا جماعه عاملين مع بعض 25 جنيه. 25 جنيه بس الشامبو بالكريم. الشامبو بالكريم عامل 25 جنيه. عندنا برده انا شايفه العرض ده ايه بقى. عندنا بقى ايه كمان التريزمي شامبو وبلسم مع بعض الاثنين ده في العرض يا جماعه 85 جنيه. 85 جنيه. 85 جنيه. ده يا جماعه شامبو الكشكينج الاصلي. تمام اسمه الكشكينج. الكشكينج. تمام الاصلي معاه صابونه ديه. تمام ده عامل 85 جنيه في العرض. 85 جنيه حاجات اوريجينال بنجيبها لكم اهو. في ايه تاني بقى هنا؟ عندنا طبعا بديل الزيت. في فاتيكا في سان سيلك في دو. بديل الزيت بتاع فاتيكا يا جماعه احنا عندنا سعر فيه كويس جدا ب 33 جنيه. 33 جنيه. تمام الله ينور. عندنا طبعا دوب الفيف بانتين. طبعا الاسعار كلها يا جماعه جمله. الاسعار كلها جمله يا جماعه. عندنا شامبوهات المينك طبعا باسعار يعني عندنا شامبو المينك اللي هو الشكل القديم. ده ب 20 جنيه. ب 20 جنيه بس الشامبو ده كله. ب 20 جنيه. تمام وفيه. عندنا الشكل الجديد ب 25 جنيه الحجم الكبير. وب 20 جنيه الحجم الصغير. تمام. تمام كده يا جماعه. احنا يا جماعه احنا الشامبوهات الفيف كمان عندنا باسعار جمله. شامبو الانفير اللي هو 600. حلو قوي. ده عامل 60 جنيه. 60 جنيه؟ 60 جنيه، شامبو الانفير 600 يا جماعه عامل 60 جنيه. عندنا الكلير اللي هو اكبر حجم يا جماعه اللي معروف اللي هو 600 مللي عندنا ب 48 جنيه. الكلير اكبر حجم. اكبر حجم 48 جنيه. تمام. طبعا يا جماعه احنا اسعارنا جمله من اول قطعه. حلو قوي. طبعا العناوين بقى يا استاذ محيي. بص يا جماعه احنا عندنا فرعين. عندنا فرعين، فرع في الفلكي. فرع في الساعة شارع الجلاء. الفرع الفلكي
في صيانه، احنا اصلا مركز صيانه تمام، فرع البركه في صيانه، في مكان، في كوزماتيك بس ما فيهوش مكياج تمام، عشان اللي حابب ان هو يجيب ميك اب يجيب الفرع بتاع فيكتوريا، يجيب فرع فيكتوريا طبعا تمام. الله ينور. احنا يا جماعه في شارع الجلاء تمام، خامس شارع بعد الاسم اللي على قمته، قابل جوس وكوستا محل ملابس تمام. تمام فرع الفلكي في شارع 16 الملك تمام، على على راسه الشارع سوبر ماركت الليبي تمام. الله ينور، متشكرين يا استاذ محمد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.